ولفتح مصاريع الأثير أمام أهل الرأي والعلم والفكر، ليفسروا الأحداث ويحللوا الوقائع. نحن نريد السلام. السلام ليس الهدف، السلام طريق. السلام طريق. سياستنا أن نكون داخل هذا السرب لأننا نحن جزء من هذا السرب. في النهاية أيضاً كل فلسطيني يعتبر في المنظور الصهيوني إرهابياً. أما أن نكون سلطة موازية أو سلطة بديلة، هذا أمر لم نفكر فيه. نحن في مرحلة تحرير، نحن في مرحلة قتال لتحرير أرضنا ووطننا وإعادة شعبنا لوطننا. ستعلن الدولة الفلسطينية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، شاء من شاء وأبى من أبى. ماذا عن الأشياء الجوهرية في القضية، وهي موضوع القدس، المستوطنات، حق العودة، اللاجئون، المياه، السيادة؟ يعني هذه المشاكل الملغومة التي أجلت أصل حتى النهاية. والحصار سواء قبلت أمريكا أم لم تقبل سيكسر إن عاجلا أو آجلا. القبيلة أصل حياة، إذا ضاق أفقك لا تعرف إلا من تنتسب إليه أبا وأما. ولما كنت رئيس جمهورية بيتذكر هو كلام شارون الشديد اللهجة تجاهه، لما قال أنه ما رح يسمح لأمين جميل يحكم خارج قصر بعبدة. سوف نعارض ونعارض ونعارض أي تقارب مع الصهاينة يؤدي إلى تطبيع وينسف كل حقوقنا التاريخية والثقافية والدينية. الشخص اللي أتاه الله سلطة غير الشخص الذي لا سلطة له، الشخص الذي أوتي مالا يعني مسؤوليته أكثر من الشخص الفقير، الشخص الذي أوتي علما عليه مسؤولية أكثر من الشخص الأمي. زيدنا نحكي عن الحكام ليش؟ لأنه في عرب كثيرين يظنوا أنه ليس لنا من أمل إلا أن يأتي الله عز وجل في يوم الذي يرسل سيدنا عزرائيل في ليلة واحدة فيقضي على الحكام جميعا، وأنه إذا تغيروا ماتوا جاء حكام آخرون. هذا لا يمنع العرب من أن يفعلوا شيئا بطريقة ما يستخدموا. لماذا لا يكون هناك استثمارات عربية مثلا في تركيا كي نؤثر على تركيا ونستميلة إذا صح التعبير، بدلا من أن ترتمي تركيا في أحضان تل أبيب؟ أنا معك أكثر من ذلك. أنا بقول لك لماذا لا يكون هناك استثمارات عربية بالقدس وحول القدس لإنقاذها. أنا معك، وأنا وجه اللوم للأغنياء من العرب ومن الفلسطينيين. هذا المواطن العربي داخل إلى قرن الآن في حالة تلاصق. الصهيونية قاعدة تخطط بكل، وصلت إلى الأزهر الصهيونية، سفير الأزهر دخل إلى شكل الأزهر. اقتصاديا قاعدة تبني من الرباط إلى الأردن إلى القاهرة، والآن تستعد للدوحة. هذا الاقتصاد ماشي في تطورك. غطرسة اليهود مستمرة. طيب. والصهاينة مستمرين. طيب. ونحن لازمنا نناقش قضايا التطبيع والديمقراطيات الشكلية التي تصر عليها أمريكا. طيب. وصحافة طيب. وبرلمانات هزيلة. طيب. لطف القول الذي يتكلم باسم الشعب، ماذا يعرف عن الشعب المصري بالتحديد؟ أنت اللي تعرف أكثر. إن السيجار الذي يشربه لطفي الخولي يعادل مصروف 15 مصرية. هذا اتصال بالشعب وتعبير عن الشعب. النقطة الثانية، الكرامات اللي انت لابسها تشكلت في القاهرة. لا يا سيد، هذه تأتي بالسنة مرة لكن هذا باليوم 50 مرة. طيب سيد الكريم اسمح لي، أنت تدخل على الخط وسأدخل على الخط بطريقة تؤذيك إذا استمرت فيها. لنسمع طيب يا جماعة أتحدى. أرجو من الأخ الكريم لا يقطع، وسوف يكون صعبا، فنحن في الاتجاه المعاكس. طيب الآن رغم أن شارون هو الذي أعلن عن استعداد إسرائيل للخروج من جنوب لبنان، إلا أن نفسه شارون هو الذي أعلن أيضا قبل أيام بأن إسرائيل ستظل تطارد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وسوف تقتله أو تقوم بتصفيته في أي مكان خارج الأردن. ده بقى أنت نقلين دلوقتي لإرهاب الدولة، إرهاب إسرائيل وإرهاب شارون. دي عمليات إجرامية يجب أن يحكم عليها شارون. بقول شيء واحد. نعم. في شهادة كثير من 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 الأجانب أن السجون عندنا 5-star hotels. والله لا أدخلنا جيل عندك. أستاذ يوسف، يعني سياسيا الآن الفلسطينيون كاسبون وليسوا منتصرين عسكريا. الذي يدعو حزب العمل أن يقول يجب أن يكون هنالك دولة فلسطينية، يعني هذا الله لا يكفر. الله لا يكفر. يعطونا دولة فلسطينية في أرضنا. أنا أشكر قناة الجزيرة من قطر على كل برامجها، وأتابعها باهتمام كبير وباستمرار، يمكن 3-4 مرات في الليلة واليوم، أكثر من ما أتابع أي تلفزيون عربي أو التلفزيون الأمريكي.
الله.